عارف ليش انت هون؟ اي نعم. ليه؟ بدي اشتكي على اهلي. احلى طريقه لتضوي على موضوع هو السينما، لانه بتحطي الشخص اللي عم بيحضر محل الضحيه، بيتاثر، بيعيش معه، بيبكي، بينفعل. القانون ما بيقدر يعمل هالشيء. نحن كتير فخورين بنادين، يعني عن جد شيء بيكبر القلب. اللبناني دائما بيرجي انه هو ناجح، نحن هون موجودين يعني تنشجع وتنفتخر كلبنانية. فثانك يو نادين. في دراسة من 10 سنين انعملت وعلى أساسها تأسست حماية، بتبين إنه طفل من أصل 6 أطفال بلبنان بيتعرضوا لنوع من أنواع العنف الجنسي. فمن هيدا أساس تأسست حماية، ونحن اليوم موجودين هون بالأفون بريمير تبع فيلم نادين لبكي كفرنعوم، يلي بدوره بيسلط الضوء على قضية العنف على الأطفال والإهمال وغيره. ما في شك انه هيدا موضوع بهمنا، وان شاء الله بنطلع كل القوانين اللي بتحمي. انا بعرف ان القوانين اللبنانية موجودة، ولكن يجب تطبيقها افضل. ليه بتشكى على اهلك؟ انه خلفوني.